بكم مشاهدينا، انا جوري بكر وحلقه مميزه جدا من برنامجكم المفضل بوليوود 100%. هنعرض النهارده كواليس الفيلم المنتظر جذبه، وهنشوف فيها الفنانه الجميله أشوية راي بعد غيابه دام 5 سنوات خلف الكواليس. مشاهدينا خلينا نبدا حلقتنا النهارده باغنيه من فيلم سينج از بلينج للنجم أكشي كومار، الاغنيه بعنوان سينما ديكي ماما. الاغنيه غناء واجد شان أنريتو باثاك، الحان ساجد واجد. तुझको मैं दिखा दूं गोरी सात समंदर, फिर लैंड करेंगे छोरी हम गांव के अंदर, रोएगा मेरा प्यो ते नाचे मेरी अम्मा। आहा मम्मा सिनेमा देखे मम्मा, आहा मम्मा सिनेमा देखे मम्मा, 9 से 12 मम्मा करेंगे तम्मा 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 तम्मा। مشاهدينا التشويق مستمر والكل في انتظار فيلم السنة جذبة، والمقرر عرضه في 8 أكتوبر المقبل، ولكن حتى ذلك الوقت ما رأيكم بمتابعة هذه الأغنية من الفيلم؟ Honel, shikar,
جب سے مشاهدينا فاصل ونعود، خليكم معنا للمزيد من الإثارة والتشويق.